باسمنا نحن عائلة المصري وعائلة كمان الشباب الخمسة التي تم تسليط الضوء عليهم أنهم هم منفذو الاعتداء الأخير. بحب أحكي بس كلمات بسيطة بالبداية قبل أن يعني أعطيكم المجال لأي سؤال أنتم بتحبوه. إحنا بنشعر أنه اللي صار فينا هو عمل جبان من قبل إسرائيل، ولا نستبعد أصلا لا نستبعد، وإنما نحن متحققين أن هذه الاعترافات التي أخذت من هذول الشباب حتى لو اعترفوا بها ما هي إلا اعترافات أخذت بالقوة. في الحقيقة الصور التي ظهرت يوم أمس في الإعلام، هذول الناس بيشبهوا أقاربنا، هذول الناس بيشبهوا شبابنا، ولكن يبدو من شدة التعذيب. يعني كرم ابن أختي أنا كنت شايفه قبل ساعات من اعتقاله، صورته التي طرحت بالإعلام تشبه كرم وليس بكرم، حقيقة ليس بكرم. هذا إن دل على شيء بدل على كمية التعذيب الهائلة جدا التي تعرض لها كرم، وأكيد تعرض لها كل الشباب. إنه بعدين وقت العملية ما كان يحيى متواجد، كان معي، سلم التاكسي اللي بيشتغل فيه على الساعة 6:30 7، وبعديها كنا بجامع الحج معزوز واتجهنا لمقهى كريستال، من مقهى كريستال قعدنا وبعدها اتجهنا لمطعم، يعني لتمينا للساعة 12 بالليل وإحنا بمنطقة عامة وموجودين ناس كتير، وهذا أكبر دليل لتكذيب الجيش الإسرائيلي والدعاية. جانا يوم الخميس الساعة 11 بالليل على طوارئ المستشفى العربي في نابلس، استدعوني الشباب اللي في الطوارئ بما أني أنا الأخصائي العظام المناوب في المستشفى، فحضرت طلعت على الإصابة الموجودة عنده، كان عنده إصابة شديدة جدا في كف الإيد اليسرى، فتحت عن الجرح اللي عنده، طبعا كان العظم واللحم برا الجلد كله، يعني الكف متهشم كان بشكل كبير. سألته أنا شو اللي صاير معك، فهو حكى لي إنه كان يساعد حدا من أصحابه في حديد أو مش في حديد إشي زي هيك، فواقع عليه مكبس حديد، واقع عليه بوزن طن أو طن ونص، واقع على كف إيده. فبعد ما فحصناه قررنا دخوله على غرفة العمليات بشكل مستعجل بشكل طارئ. تحية. هذا الفيديو إن شاء الله بيجي عندكم، إنه كان في وقت تنفيذ العملية بالمدرسة، أنا طلعت أنا وياه بعتنا السيارة على البيت ورجعنا بالمطور كما يظهر الفيديو، ورجعنا على المدرسة وفوتنا كمان السيارات على المدرسة، وراح هو بسيارته الجولف وراح ندارنا سايبه معزوم على العشاء، راحوا زوجته وأنا روحت على البيت بشكل طبيعي، وهذا اللي هو مسلسلنا أو الشكل الطبيعي لليوم تبعنا. هذا الأمر طبعا يثبت ويضحض كلام الإسرائيليين وكلام اليهود. هذا الكلام نعم كذلك، يعني خلال الاعتداء على البيت أخذوا جهاز الدي في آر اللي هو جهاز التصوير الخاص بالكاميرات، عندنا كاميرات طبعا، عندنا سيارات وتركات وعندنا محلات، فالشيء الطبيعي انه يكون عندنا كاميرات باب البيت، فاخذوا هذا الجهاز، اخذوه بشكل كامل طبعا بالبدايه، اخذوا الجهاز هذا، منطالب طبعا جمعيات كلها انه تجيب لي هذا الجهاز ويثبتوا انه زيد كان في البيت، لانه على اذان المغرب كان ايضا في البيت، دخل السياره على البيت وخرج من البيت، وخرجت انا وياه بالمطور، وإذا الدي في آر هاد قدرت المنظمات أو الصليب تحصل عليه يثبت صدق ما أقول، وهذا للمرة الثانية بكرره يضحض قول الإسرائيليين. وبارك الله.